والريح كانت عاصفة من الله سبحانه وتعالى، والخيام تطير ويتعاركون على الأكل، والأكل شو وقت يجيبه وهذا، وكل واحد يتذكر الخلافات القبلية ويتعاركون ويتقاتلون. قسم من القبائل رجعت، يعني شنو احنا قاعدين، يعني ماكو حرب، عام خندقين وهذا، رجعت وقسم تقاتلوا وقسم تزاعلوا وقسم هذا. فالرسول كان ينتظر، يريد يشوف شو الوضع في معسكر الأعداء، فماذا يفعل؟ فأرسل أبو الرسول حذيفة بن اليمان، قال له يا حذيفة سأرسلك بمهمة خاصة. طبعا تعرفون المدينة من الأمام حوالي 40% من المدينة مفتوحة، هاي سووا خندق، الخلف أكو تلال، فما يقدرون يجون من التلال يعني صعب صعدون عليه. فحذيفة صعد من التلال وجاء من الخلف، فدخل في معسكر الأعداء. كيف دخل؟ دخل طبعا وجد الليل والريح عاصفة، وكان أبو سفيان عمل طوق بحيث حتى لا يتسلل أحد، واحد يمسك الآخر حتى لا يدخل أحد طبعا، لكن ظلمة. حذيفة ذكي جدا، فالقسم يروح يقضي حاجته، يعني مظل لازم إيده، يروح يأكل، يروح يتبول، شيء من هذا القبيل. فكان يا عكرمة أنني ذاهب، فعرف واحد اسمه عكرمة، نعم يا حيين مثلا، فاستمع، ظل بين الرمال فاستمع اسمائهم، فجاء يا عكرمة أنا، دخل بيناتهم ودخل بالمعسكر وصاح يا فلان، وعرف اسمائه، بالتالي تصور أنه منهم، وجلس بالقرب من أبي سفيان، وأبو سفيان لا يعرفه، أنا حيين بن كذا من قبيلة كذا، لأنه قبائل كثير 10,000 واحد من يعرفهم، ما الوضع يا أبا سفيان؟ قال هذه الريح دمرتنا والقبائل بدأت تذهب، يعني لو بقت الريح يومين أو ثلاث لن يبقى أحد. هو طبعا كان مستعطي قتل أبو سفيان، ولكن هو امتلك أكبر من مقتل أبو سفيان، فعرف معلومة أن الريح لو استمر ثلاثة أيام لن يبقى أحد، وتناقش أيضا بعد بأشخاص هذا، فبعد رجع ولف من فوق ورجع للرسول. الرسول كان بأمس الحاجة إلى المعلومة،